السلام عليكم الخوت، معكم محمد امين المغيلي. كنتمنى تقبلوا عليا على هذه السيريه ديال النصائح اللي كندير. هي حقيقة كنديرها ليا، كنذكر بها نفسي، ولكن كنحطها في اليوتيوب على الله يستفاد شي واحد من غيري. اليوم جيت نهضر على موضوع التكنولوجيا. التكنولوجيا باتت شيء مهم بالنسبه لينا حنايا كهذا الجيل هذا، انا ما نقدرش نتخلاو عليها، ولكن كانوا جوج حوايج. التقنيه كتدخل معاك الداخل، يعني النفس ديالك الداخل كتولي طرف منك، يا اما تحكم فيها يا اما تحكم فيك. اي حاجه كتدخلك الداخل، يا اما تحكم فيها يا اما تحكم فيك. ومني حدا دخلاتك الداخل، يعني عندك واحد 70% غادي تحكم فيك. مثلا اجي نشوف فيسبوك دابا، مثلا حنا حالين فيسبوك، مثلا دابا السيد هذا هو طرف من التكنولوجيا، يعني يقدر يسبب لي مشاكل من هنا لقدام. خاصني ندير له انفولو، ندير له ديزابوني باش ما بقاش طلع ليا انفشو. الوقت لا يرحم، اي واحد دار معك شي خطا قدامك في لاباج ديالك فيسبوك تحيدو ولا دير له انفولو. هذه هي نصيحه من النصائح اللي بغيت نعطيكم الخوت. ثاني حاجه، الا جا شي واحد هضر معاك في فيسبوك ماشي ضروري تجاوب. شوف فيسبوك راه ماشي هو انت، تقدر تكون انت فيه، تقدر تكون ما تكونش فيه. المهم الحب ديالك البشر ما يخليكش يطغى عليك في التكنولوجيا. علاش؟ حيت التكنولوجيا بدات تمثلك في اشياء اخرى نفسيه لداخل. مثلا انسان كتبغيه عزيز عليك، غادي تقول ما يمكنش ما نجاوبوش، ولكن لا، ما حد هو تهضر معك من خلال التكنولوجيا، فانك كتعامل ماشي كتعامل معاه، دابا انت راه كتعامل مع التكنولوجيا. ما تكونوش اخوت شخصيين، شخصانه وداكشي. المهم انتما راك ما عارفين داكشي المنطقي، المهم كونوا شويه منطقيين. المهم الخوت، هذه النصيحه ديالي، ما تخليش التكنولوجيا تحكم فيك وتدخل لك على حسب المشاعر ديالك وتتحماق معاك لداخل داكشي. حاولوا نتوما تحكموا فيها. مثلا شي واخا بنادم يحبسك يقول لك لا ما درتش حق قناه في يوتيوب، راه كلشي دار قناه في يوتيوب. المهم هو تحاول، اش غتقاد دير التخربيق هذا؟ علاش علاش التخربيق اصلا؟ ان فيديو تشوفه في ديسكروب؟ لا اسمح لي بعد مني. المهم شوف، خلي الناس اللي حداك قراب حداك اللي موتيفيوك. كاين شي حاجه مزيانه مرحبا، كاين شي حاجه مزيانه حيد عليا. هادشي الخوا الخاو، هادشي الخوا الخاو تخربيق. هما الاشياء الجميله مثلا، والله الغني وانتم الفقراء. الحمد لله، ها هو ختامه مسك، والى حلقه اخرى ان شاء الله. كنتمنى، انا ما عرفتش نعبر، لكن كنتمنى تكونوا استفدتوا مني، وديروا شي كومونتير باش نستفد منكم حتى انا.